خطأ من النيجيري إيمانويل إبيا. كرة اتلعبت، هذه اللقطة بتشوفها في الإعادة، اتنفذت بسرعة، كان كرة في قلب الملعب، تمريرة للأمام عبد الله بكري وكهربا، لكن المهدي سليمان استغل مساحة ال 16 متر. بداية أحداث الشوط الثاني، السولية كرة حلوة، ودي تسديدة من إمام بترتد في الأغصان، لكن مرة تانية إبعاد من دفاعات نادي الاتحاد، ودي كرة خطيرة. بدأ النادي الأهلي يكشر عن أنيابه، يا ولد يا ولد يا سلام، لسه مرة تانية الكلام ترجع للسولية، لكن المهدي سليمان كرة مش ممكن مش ممكن مش ممكن، محاولات وأمواج من المارد الأحمر، مباراة ولا في الأحلام. لكن بص شوف الترقيصة، يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني على الترقيصة، ويا عيني على المهدي سليمان، إنقاذ وإبداع واستبسال، يعني نهدي، لأن النادي الأهلي بيلعب بأقصى طاقة لديه، وآدي الفرصة، الأمواج، الموجة بتجري ورا الموجة وهو في حلق المرمى، لكن ضاغط النادي الأهلي، ودي مرة تانية أمام، يا ولد يا ولد يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. ليه المهدي سليمان أول هدف يهتز بيه شباك نادي الاتحاد، لكن مجهود كبير جدا جدا النهارده، بيلاعب بطل القارات، دفع مستواه بشكل كبير رامي، ادي واحده تانيه بالكربون يا حبيبي بالكربون، المره دي التاو تاو تاو تاو، وادي العرضيه، وادي اللقطه، وادي الكوره، مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن، المهدي سليمان كلام، البدايه هي هي من رامي ربيعه، هل فيها تسلل ولا ما فيهاش، لكن بص شوف الحكايه، وبص شوف اللمسه والانقاذ من شبانه في اللقطه الاولى بعد تسديده السليه، لكن المهدي سليمان كانه شبح بسبع كره عند بيرسي تاو، اكرم بيلعب العرضية والكورة معدية، ودي أفشل، لكن المهدي سليمان يا عيني عليك يا عيني عليك، خلصت فيك الكلام. هنشوف الركنية اتلعبت على القائم الأول، إبعاد مرة تانية من شبانة، ودي كورة بتقع ولسه في دربكة، ودي كورة خطيرة، لكن يا عيني على المهدي سليمان يا عيني على المهدي سليمان النهارده بشكل كبير، لانه هو النهارده اللي واجه محاولات النادي الاهلي باتقان وببراعه شديده.